جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. فيرين سينغ، يلي عم تعمله هلأ ما نو منطقي أبداً، غريب. أنت تحملت مسؤولية هاي البنت وعيلتها كلها، مزبوط ولا لا؟ وكمان تحملت عبء هاي المحاولة الكبيرة بس من شان ترفعوا من مكانتهم وسمعتهم. لهيك لما أنا بدي اتركها واقفة لحالة هون بدون ما أتراجع عن شي وأقطع كل إجراءات العرس، فأنا رح أتركك عم تتباهى وبكل فخر كمان بعبء إهانتهم طول حياتك يا راغوفير سينغ. وبوقتها أكيد أنت رح تحس بالشي اللي ساويته فيني لما وقفت بوش مستقبلي ومنعتني إني رشح حالي. هاي كانت نقطة انطلاق مهمة لألي، بس أنت اللي حرمتني من هاي الفرصة. لهيك اليوم رح روح واتخلى عنا بس من شان هينك يا راغوفير سينغ. بدي اياكم تسمعوني منيح، انا فيرين سينغ بترك كومال دايا قبل ما تتم مراسم العرس، وانتو شهود على هالشي. رح اتركها قدامكم وبدون ما كمل مراسم العرس. طبعا ما في غير شخص واحد هو المسؤول عن هذا الشي اللي صار، راغوفير سينغ اهلوات.